مساء الخير أحبتي جميعا، وكل عام أنتم بخير. ميلاد مجيد وعام سعيد لكم بهالأيامات المباركة اللي عم نتحضر فيها لميلاد الطفل يسوع رب المجد. هذا الطفل الذي أعطانا معنى الفرح، معنى الرجاء، معنى المشاركة والعطاء. هذا هو ميلاد السيد المسيح في قلب كل واحد فينا. نحن اليوم عم نشهد عيد ميلاد آخر، عيد ميلاد غريب عن ما تعودنا عليه، عيد ميلاد يلي فيه نحن ابعاد عنكو ولكن بنفس الوقت اقراب منكو من خلال هذا البث، من خلال كل وسائل التواصل الاجتماعي يلي عم نستعملها لنكون معكو بجانبكو في هذه الأيامات المباركة. طبعا عيد الميلاد يلي بذكرنا بأهمية الحياة، حياة السيد المسيح يلي أعطانا إياها ليقدر يكون هو كمان رجانا في هاي الصعوبات يلي عم نمرقها بسبب الجائحة، ولكن عنا ثقة بكلمته يلي قالها لنا: لا تخافوا أنا معكم حتى انقضاء الدهر. بهذا الوعد نحن منتمسك لنقدر نمرق هذه الصعوبات ونعيد بفرح بالرغم من كل الظروف، نعيد بفرح ونقولكو المسيح ولد فمجدوا. نعم المسيح ولد فمجدوا، فليكن هذا الفرح داخلا في قلوبكم وعائلاتكم. كل عام وأنتم بألف خير.